الشباب فتحنا لهم مدارس، فتحنا لهم علم، ثقافة، جلبنا لهم العلماء من شتى الأماكن، كل لأجل ينفعون أنفسهم أولا ويرضون أهلهم وينفعون الدولة. من منطلق المسؤولية الإنسانية ذات الأبعاد المستقبلية نقف اليوم لنقول أقدر. لم تكن هذه الكلمة وليدة الصدفة، بل خطت بحلم لم يكن مهده المنام ورؤية قائد لم يشغله عذب الكلام. إنها عزيمة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الوالد القائد الذي آمن بابن أرضه فصانه حتى أصبحت بلاده مهبطاً للآمال ومضرباً للأمثال. نحن على يقين تام بأن المشاريع التي تترك أثراً لدى الأشخاص هي حجر الأساس الذي يرتكز عليه بناء الأجيال القادمة القادرة على الصمود في وجه تحديات المستقبل. من مدرسة زايد كان لنا في التنمية المستدامة حياة لأولي الألباب، ومن تجارب الأمم ومقررات القمم كان لزاماً علينا التحرك لإنقاذ البشرية التي نشاطرها العيش من أخطار محدقة ذات أبعاد مستقبلية لا يحمد عقباها. كما نعلم أن المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان نهيان طيب الأطهر هو أول من بدأ في تأسيس فكرة الاستدامة من خلال عمله الممنهج ورؤيته المستقبلية. الفقر وعدم المساواة والمناخ وتدهور البيئة والسعي للازدهار والسلام والعدالة، كل هذا وأكثر نجم عنه 17 مبحثاً ذات أهداف متسقة بتمكين الإنسان، فكان الفقر والجوع على رأسها، تلتها الصحة والتعليم والنظافة والمياه النظيفة، عدا عن العمل اللائق ونمو الاقتصاد والمساواة بين الجنسين والتوجه نحو النظيف من الطاقة ذات الأسعار اليسيرة والصناعة والابتكار والبنية التحتية في مدن ومجتمعات محلية مستدامة. كل هذا وأكثر لن يبصر النور من دون عقد شراكة عالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. نسعى من خلال هذه القمة إلى إيجاد منصة عالمية تنطلق من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى العالم. وحدة المصير التي نسجت خيوط التعاون بين الأمم جعلت من قمة أقدر منبراً عالمياً لمناقشة وتحليل وتأويل مكامن التنمية المستدامة ونظم تمكين الإنسان أينما كان. تعتبر التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة مبنية على رؤية المغفور له بإذن الله الشيخ زايد الثاقبة، وقائمة على فكره الذي سبق عصره وكان يعانق حدود السماء. تمكين الإنسان في استقرار المجتمعات هو وجه التنمية المستدامة المشرق الذي اتفقت عليه الأمم ووقف عليه زايد قبل أكثر من 47 عاماً ليقول للتحديات أقدر، ونحن بعون الله ومن وحي عزيمة القائد الوالد قادرين على التحدي. وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، قادرين على التصدي وقادرين على رفع راية أقدر.